استنفت شركات الطيران رحلاتها من مطار معتيجا الدولي بعد 5 أيام من تعليقها إثر اشتباكات وقع بمحيط المطار. وأوضح مدير إدارة الإعلام بوزارة المواصلات بحكومة الوفاق سراج الحمال أن شركات الطيران سيرت عدة رحلات من مطار معتيجا الليبي في موعدها المحدد اليوم بعد الانتهاء من أعمال الصيانة واستيفاء جميع الشروط الأمنية.